نعم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا حديث معروف. فالتوبة تجب ما قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالتوبة تجب ما قبلها، ويكون الإنسان كمن لا ذنب له، وهذا من فضل الله علينا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.